هدفين لكلنا منهما. تقدم العربي في الدقيقة 37 من الشوط الأول عبر لاعبه البرازيلي إيفاردو دي بيريرا. بعد بداية الشوط الثاني تعادل أم صلال عبر لاعبه دافي. وقبل انقضاء الربع الأول من الشوط الثاني سجل اللاعب الأسباني غارسيا جابري هدف التقدم لأم صلال. فريق العربي كافح حتى الثواني الأخيرة ونجح الأرجنتيني ليوناردو بيسكوليتشي في إدراك التعادل لفريقه. وصل الزمالك نزيف النقاط.